يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في أوساط بعض الشباب ذكر المسائل الغريبة في المعتقد، والاستشهاد على ذلك بكلام لبعض المتقدمين، فما هي النصيحة لهؤلاء حيث عظمت بهم الفتنة في هذا الزمان؟ النصيحة أن يتعلموا، هم ما تكلموا إلا لجهلهم، والجاهل يقول ما يشاء ولا يتقيد برباط ولا بحياء ولا بدين، لأنه جاهل، وجاهل مركب ما هو جاهل بسيط. الجاهل البسيط يمكن يتعلم، اللي يعرف أنه جاهل، لكن هذا جاهل يدعي أنه عالم، هذه المصيبة، هذا جهل مركب، وهذا لا يقبل، لأنه عنده أنه عالم، أنه فاهم ولا غيره ما هو فاهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يتعلموا وأن يبدأوا العلم من أوله، من ألف باء، ما عندهم شيء، عليهم أنهم يبدأوا العلم من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابها. والعلم هو يؤخذ دفعة واحدة، يؤخذ شيئاً فشيئاً، ويتدرج به شيئاً فشيئاً، هذه طريقة التعلم الصحيح. أما هؤلاء فهجموا على العلم بدون ضوابط وبدون معرفة، وادعوا أنهم علماء، وصاروا يتكلمون ويخوضون بما يهرفون بما لا يعرفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن عليكم الحذر منهم، وأما مناصحتهم فاللي يقبل منهم انصحوه. نعم.